اتكلمنا قبل كده في جرائم القتل ونصاب الخطأ، وشرحنا ثلاث حالات، قلنا خطأ المتهم، وقلنا خطأ المجني عليه، وقلنا خطأ مشترك. في حالتين تاني اللي هي القوة القاهرة والسبب الأجنبي. القوة القاهرة دي بتبقي خطأ المتهم وتقطع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة، طالما أن السبب راجع إلى قوة قاهرة لا دخل لإرادة المتهم فيها. القوة القاهرة دي يعني مثلا ماشيين على الطريق، طريق فيه شبورة وصلت لمرحلة الضباب إن يستحيل فيها الرؤية، المفروض هنا اللي على الطريق يتوقف، لأن طالما في استحالة الرؤية، طالما في استحالة إنه هيقدر يتحكم السيارة اللي هو راكبها باتجاهها رايح فين وجاي منين، مش هيعرف، لأن في الوقت ده الشبورة والضباب بيعوق الرؤية تماما. يبقى هنا لو حصل حادث وانت ماشي وكانت انت حالة الرؤية المنعدمة دي كانت سبب في وقوع الحادث، يبقى هنا الخطأ بينتفي في جانب سائق السيارة اللي هو بيبقى متهم في الحالة دي. ليه؟ لأن الخطأ كان نتيجة قوة قاهرة لا دخل لإرادتك فيها. معندناش حاجة. ما انتش القوة القاهرة دي سبب لا دخل لإرادة البشر فيها، فهنا الخطأ في الحالة دي بينتفي تماما، ويبقى فيه الخطأ يتمثل في القوة القاهرة وينتفي عن المتهم. يبقى أنت هنا بتيجي لما يكون حالة زي دي ثبتت بالمعاينة أثناء الحادث إن بمعاينة المكان تبين أن الرؤية كانت غير واضحة، لأن حالة الشبورة كثيفة ووصلت إلى مرحلة الضباب الذي يستحيل معه الرؤية. بيتثبت الكلام ده في المعاينة، والمحضر بيروح النيابة، النيابة بتحيله على محكمة الجنح. هنا الدفاع بقى هيبقى إيه؟ أنت عندك دليل مادي موجود في الورق اللي هو المعاينة، والدليل المادي ده قوة قاهرة أنت مالكش دخل فيها، يبقى هيرجع السبب في وقوع الحادث إلى القوة القاهرة اللي إحنا شرحناها دي، وقلنا إن يستحيل الرؤية فيها، وبالتالي يستحيل إن يبقى في خطأ في جانب المتهم، وبالتالي فإن الاتهام الموجه إلى المتهم في هذه الحالة بينتفي تماما، وينتفي خطأ المتهم، وأن القوة القاهرة هي السبب الوحيد في وقوع الحادث، والتي تباعد بين الخطأ بين المتهم والخطأ المنسوب إليه. طبعا أنت حضرتك بتشرح دي مراجعة قدام المحكمة، ويبقى أنت كده في الوضع ده محكمة تدي وراءها. ليه؟ لأن مفيش خطأ في جانب المتهم، ومفيش خطأ في جانب المجني عليه لو كان هناك مجني عليه، والحق في الوقت ده المحكمة بتكتب في أسبابها، وحيث أن الخطأ كان متمثل بوجود القوة القاهرة المتمثلة في حالة الشبورة التي وصلت إلى مرحلة الضباب الذي يستحيل معها الرؤية إطلاقا، يبقى هنا وهيبقى المحكمة حيث أن المتهم ينتفي الخطأ في جانبه، وأن الخطأ كان بسبب القوة القاهرة، فالمحكمة بتنتهي إلى القضاء بالبراءة بالنسبة للمتهم. دي القوة القاهرة. في عندنا سبب أجنبي، سبب أجنبي أدى إلى إحداث النتيجة. إيه هو السبب الأجنبي؟ سبب أجنبي وأنت ما سواء ماشي في الطريق بالمركبة وواخد طريقه عادي وسرعته عادي، انفجر إطار الكاوتش الأمامي. انفجر إطار الكاوتش الأمامي وهو واخد سرعته على 120 على الطريق الصحراوي مثلا. هنا أول ما بينفجر إطار الكاوتش بتختل عجلة القيادة. خلاص. ما يقدرش السائق
يسيطر على عجلة القيادة، عجلة قيادة السيارة، حتى يستطيع أن يوجهها شمال أو يمين، أو يتحكم بأن هو يستعمل الفرامل، إلى أن لما بيستعمل الفرامل ما بتقفش العربية. العربية يا تتقلب يتغير اتجاهها في اتجاه الشمال أو اليمين. المهم في حالة انفجار إطار الكاوتش بتختل عجلة القيادة في يد السائق، ويستحيل أن يتحكم في السيارة بالاتجاه يمينا أو يسارا أو استعمال الفرامل عشان يوقف السيارة، لأن في الحالة دي السيارة ما بتوقفش، بالعكس ولو حصل انفجار وداس فرامل العربية بتتقلب. دي فهنا ده سبب أجنبي، محدش لنا، لو احنا اللي محدش فين هنا مفيش خطأ على السائق خالص. ليه؟ لأن السبب الأجنبي ده اللي حصل فجأة ده هو ملوش دخل فيه، ملوش دخل فيه خالص، خارج عن إرادته، خارج عن سيطرته. ما هنا ما يقعش تحت طائلة القانون إنه قاد سيارة بسرعة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. لا، ما ينطبقش عليه النص ده، إنما السبب الحادث كان يرجع إلى السبب الأجنبي الذي لا دخل لإرادة المتهم فيه، وهذا السبب يجهز على خطأ المتهم تماما، ويواعد بينه وبين الاتهام المسند إليه، ويقول إن الخطأ متمثل في السبب الأجنبي اللي هو مفيش دخل للمتهم فيه ولا إرادة فيه. حالات تانية ممكن وأنت ماشي برضه مفصل في الطريق وتعرضت لفجأة حادث عرضي قدامك وانت ماشي سريع، جيت تدوس على الفرامل ما لقيتش فرامل، جيت تستعمل الفرامل وانت على احدى الطرق وماشي بسرعه عاديه يعني، جيت تستعمل الفرامل ما لقيتش فرامل، هنا يستحيل انك تتحكم في السياره خالص، يعني فقدت السيطره على السياره التي تقودها. لا ترى مش هتقف، هتيجي تروح شمال او يمين، مش هتقدر برضه تتحكم فيها. يبقى اذا هنا الحاله دي ان الفرامل اثناء السير فرامل حصل تلف في مصدر الفرامل، مما ادى الى عدم تحكم السائق في ايقاف السياره. يبقى انت هنا مش لما يجي الكلام ده فجاه مش هتقدر تتحكم، مش هتقدر توقف السياره. يبقى هنا الفرامل ده لما نيجي نقول، لما يجي بقى طب انا هثبت دي ازاي؟ هثبت دي ازاي ان حصل تلف في الفرامل اثناء سير السياره بسرعه معينه، مما ادى الى وقوع الحادث، ومما ادى الى عدم تحكم السائق في السياره. نثبته ازاي بقى ده؟ لما نيجي نروح بقى المحضر اتعرض على الشرطه، من الشرطه والمتحكم الشرطه تحيلوا على النيابه، هنا النيابه بتنتدب بالمهندس الفني لفحص السياره لبيان عما اذا كان بها من تلفيات وفي اي مكان، وفحص حاله الفرامل، وفحص الانوار، وفحص كل ما هو يتعلق بتسيير السياره، ويبقى ويحرر تقرير فني ويعرض على النيابه. هنا بقى لما يجي المهندس يفحص الماستر بتاع الفرامل ويحصل فرامل، هيلاقي ان الماستر حصل فيه انفجار، هيلاقي ان ده اثر على الفرامل اللي هي على التيل بتاع الفرامل اللي موجود فيها. هنا هيكتب هو التقرير ده ويقول ان الحادث ناتج عن انفجار في الماستر السياره الذي ادى الى تلف التيل الخاص بالفرامل، والذي يستحيل معه ايقاف السياره في حال تعرضها لاي ظرف مفاجئ. يبقى هنا المهندس الفني ثبت ان العيب كان في المصدر بتاع الفرامل. يبقى سبب الحادث اللي هو السبب الاجنبي ده اللي انت مالكش دخل فيه خالص،
لأنها داخلة فيه، ويصبح الخطأ هنا ينصرف إلى السبب الأجنبي، وأيا كان عدد المصابين وأيا كان عدد المتوفين. هنا الخطأ هيبقى ينصرف إلى السبب الأجنبي مما يواعد بين المتهم وأي خطأ والاتهام المسند إليه، ويكون سبب الحادث هو السبب الأجنبي اللي فقد للسائق سيطرته وتحكمه على السيارة. يبقى السبب الأجنبي ده بنسبته عن طريق المهندس الفني اللي النيابة بتنتدبه لفحص السيارة. وفي كل حوادث السيارات عشان تبقوا عارفين، النيابة بتنتدب مهندس فني عشان يفحص السيارة. كل الحوادث أيا كانت حوادث جسامتها أو ضالتها، فالنيابة بتنتدب المهندس الفني. ده يبقى احنا عندنا حالتين خارجين عن الإرادة، ودول بينفي مسؤولية المتهم في حالة وقوع أي حادث وفي حالة تعدد مصابين تعدد متوفين أيا كان. فده هو ملوش دخل فيه. الحالة الأولى قوى القهرة، الحالة الثانية السبب الأجنبي. قوى القهرة دي من عند ربنا، السبب الأجنبي ده برضه عيب في الصنع اللي احنا اللي البشر هو اللي بيصنعه. اما اللي جاي من عند ربنا ده، فده جاي من عند ربنا، محدش يقدر يتدخل فيه او يقدر يمنعه، ولا حد يقدر يحدد توقيته. هو ده القوه القاهره. والقوه القاهره دي حالات كتير، في مثلا اعصار حصل فجاه، اعصار واحنا ماشيين جنب البحر، اعصار والاعصار ده خرج بره على الشط، ده برضه ده قوه قاهره. كل ما هو من الطبيعه ويؤثر على حركة البشر فهو قوة قهر. كل ما هو من الطبيعة عند ربنا ويؤثر على حياة البشر بأي صورة من الصور فده قوة قهر. لا ده طيب احنا كده اعتقد بالنسبة لقتل الخطأ. حد عايز فيه حاجة؟ اتفضل بيه. ايه؟ هقول لحضرتك برضو دي في نظر الدعوة في جنحة القتل الخطأ او نسب الخطأ بيبقى فيه حضور للمتهم وحضور للمجن عليه او بتوكيل. حضور المجن عليه يا اما بمحامي موكل عنه في ان هو هيحضر في الدعوة المدنية، والمتهم من حقه طبعا بيوكل محامي، وإما بيوكل محامي يا اما يعمله توكيل او يحضر معاه. كذلك برضه المدعي المدني اللي بيحضر عن الورثه، بس اذا كانت الحادثه فيها وفاه، الورثه طبقا بيعملوا اعلام شرعي طبقا للشريعه، وفي غير وصايا لو في اسر بتبقى وصايه الام. فهنا انت حضرتك لما بتيجي نحضر الجلسه في المحكمة بتثبت حضور المدعي بالحق المدني الأول. حضر الأستاذ عن ورثة المدعين بالحق المدني، وهو يقول أسمائهم اللي هم في الإعلام الشرعي، وبقدر بيقدم الإعلام الشرعي ودليل الصفة، والمحكمة بتراجع اللي هو الإعلام الشرعي وبتقول بقدم إعلام شرعي و وسابق به وفاة فلان الفلاني وترك ورثة فلان وفلان وفلان وفلان. إذا كانوا كلهم ملغ فخلاص يبقى الإعلام الشرعي، إذا كان في أسر فهيبقى فيه قرار وصاية، فده دليل الصفة الذي يبقى متوافر عشان المحكمة تقبل الدعي المدني. حضرتك لما بتيجي بقى تترافع عن المدعي بالحق المدني، المدعي بالحق المدني أنت المفروض حضرتك دفاعك يتعلق بعناصر الضرر التي أصابت ورثة المجن عليه، وعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، وأن الخطأ اللي ارتكبه المتهم كان سبب أساسي في وقوع الحادث الذي ترتب عليه النتيجة اللي هي الوفاة. طيب هتقول إيه؟
مش كده؟ انت هتقول انا يمكن قلت، بس انت هتيجي تقول ايه بقى؟ عشان برضو المحكمه تقول لك ما بتصح تكتب الدعوه المدنيه. هتقول ايه؟ هتقول ان التهمه ثابته بضم للنيابه، وتقول له التهمه ثابته في حق المتهم، وان الخطا خطا المتهم، وانه كان يسير بسرعه مخالف القانون واللوائح، وان خطأه كان سببا مباشرا في وقوع الحادث، مما ترتب عليه اصابه ورث موكلي باضرار ماديه وادبيه قدر كذا، وان هناك علاقه سببيه بين الفعل والنتيجه، وده ثابت بالدليل القولي وثابت بالدليل المادي. حضرتك قلت كده وصممت على الدعوه المدنيه، في اخر حاجه بتقول هو بصمم على الدعوه المدنيه. بترفع بتقول عناصر الضرر وبتجيب شويه كده من الايه؟ المتهم بقى يتناول دفاعه للمعزول. اذا كان بقى حسب ظروف الواقعه اللي معروضه على المحكمه. اذا كان قتل خطأ او قتل مصابه، ما هو بيبقى فيه قتل مصابه، قتل مصابه خطأ في واقعه واحده. فهنا حسب بقى ظروف الخطأ فين في الدعوه هيقراها، واول ما هيقرا طبعا هو اللي بيتقري ايه في الجنحه دي؟ محضر الضبط اللي هي المعاينه. معاينه ومحضر الضبط، لان محضر الضبط ده لما بينتقل وامور الضبط القضائي اثر ابلاغه بوقوع حادث، بيبدا يقول انتقل لمكان كذا على الكورنيش امام الاذاعه التلفزيون، وفي عربيه في تصادم بين سيارتين، و احداهما على الناحيه اليمنى والاخرى في نهر الطريق، نهر الطريق يعني في وسط الطريق. ويقوم عامل معاينه على السياره دي ويقول ان فيها تلفيات في المقدمه، او فيها تلفيات من البيبان اليمين او الشمال، او التلفيات في مؤخره السياره، والسياره الثانيه برضو يثبت حاله التلفيات اللي كانت موجوده والمكان اللي هو موجود فيه فين، واثار الفرامل اللي هي اثار الفرامل اللي هي في كل سياره، عشان يقدر يحدد السرعه اللي كان بيسير بيها المتهم ايه، لان كل ما كانت الفرامل مسافه كبيره بيبقى دليل على السرعه. يعني ما يجيش واحد مثلا سايب استعمل الفرامل وفي اثر فرامل على الاسفلت 18 متر، لا او 20 متر، ده كان طاير. فدي بتبقى ليها تقدير بالنسبه للمحكمه في وزن عناصر الخطا، هل هو ده فعلا اللي ممكن تكون السرعه كان سببا مباشرا في وقوع الحادث. سرعه لوحدها ممكن تكون سبب مباشر في وقوع الحادث، ودي كلها بيستخلصها القاضي من ظروف ملابسات الدعوه اللي هي المعاينه الاولانيه، محضر الضبط، تقرير المهندس الفني. حد عايز حاجه ثانيه؟ احنا خلصنا دي بقى، وبعدين هنتكلم. احنا قلنا حالات التلبس المره اللي فاتت كام؟ اربعه. طب ممكن حضرتك تقول لي قولهم؟ يعني هم اربع حالات اللي هو مشاهده الجريمه حاله وقوعها. مشاهده الجريمه حاله وقوعها، ماشي؟ ده خلي بالكم ده مهم جدا، التلبس ده مهم جدا. ليه؟ لان الاصل ان هو استثناء، تلبس حاله استثنائيه، تجيز لمامور الضبط القضائي تفتيش شخص المتهم دون الحصول على اذن النيابه العامه. لأن القانون العام أصله إن تفتيش المساكن والأشخاص ده لا يتم إلا بصدور إذن من سلطة التحقيق المختص. يبقى ممنوع منعا باتا على رجال السلطة العامة دخول المساكن أيا كان، دخول المساكن أو تفتيش أو البحث فيها عن أي شيء إلا بالحصول على إذن من سلطة التحقيق اللي هي النيابة العامة. هنا بقى جه المشرع قال يبقى في استثناء. ايه الاستثناء؟
قال لك طب ما هو ممكن يبقى فيه جريمه وعلى ما نطلب اذن من النيابه والنيابه تدي اذن ويجي مامور الضبط القضائي عشان ينفذ الاذن تكون ادله الجريمه انتهت. فقال لك عشان كده حاله التلبس دي يبقى احنا نخليها على سبيل الحصر لانه يعتبر اختصار او يعني ايه تعدي صارخ على شخصيه البني ادم اللي القانون بيحميها كبشر. انت لما يجي يفتشك مامور الضبط القضائي كده فجاه من غير اذن خالص ده يعني ليه ضوابط، وعلشان كده ما توسعوش في حالات التلبس. قالوا هم اربعه بس عدا ذلك من مشهد التلبس. وايا ما كان بقى ما يحط لهم مامور الضبط القضائي ايا كان مكان فعدا ذلك ما يدخلش تحت طائله حالات التلبس. فعل حالات التلبس ولا الثاني اهو مشاهده الجريمه حال ارتكاب ساعتها. يعني وهي لسه طالعه الجريمه لسه في معتها لسه، فمامور الضبط القضائي شافه يبقى هنا هيتحفظ على الجريمة، هيتحفظ على الجريمة بغض النظر لو ان كان المتهم موجود ولا مش موجود. وهو مش شرط لان القانون قال في حالة التلبس ايه؟ مشاهدة الجريمة وليس شخص مرتكب الجريمة. خد بالك مشاهدة الجريمة وليس شخص مرتكب الجريمة. ليه؟ لان لو قال شخص مرتكب الجريمه يبقى تلتين الشعب هيتحبس. فما ينفعش. هو القانون كده والمشرع قال كده ونص الماده كده وحاله التلبس كده. حاله التلبس ادى المأمور الضبط القضائي ان يضبط الجريمه اولا. ولقيت المتهم مرتكب الجريمه يقبض عليه. ما لقيتوش تحفظ على الجريمه وعاين الجريمه وامر كل المتواجدين اثناء الواقعه فيها الجريمه دي بعدم مغادره المكان لانك هتسالهم وتامر بالتحفظ عليهم لو حد مشي طالما ان هناك جريمه متلبس بها ومفيش منتهى. ده سلطه مامور الضبط القضائي حالات التلبس. طيب عشان كده بقى لما قلنا دول اربع حالات يبقى كمحامين بقى بفهمين القانون لان احنا اللي هندافع عن المجتمع في الوقت ده واحنا اللي هندافع عن الاجراءات الشرعيه في الوقت ده. ليه؟ لان لما بيجي مأمور الضبط القضائي بيعمل قضيه تلبس فبيعملها من وجهه نظره اما هو شافها كده او اما هو مش عارف يصيغها او اما هو عايز يحبس المتهم. يقول لك انا لما ظبطت قضيه تلبس عشان احبسه. لما يجي يقر في محضره عكس الحقيقه بيغلط على طول. ليه؟ لانه ما نقلش الواقع الحي لحد التلبس الجاي ساعتها. لكن هو اراد انه يغير في وصفها من وحي خياله هو ويقول حالة التلبس بقى اللي هيقولها في المحضر. تيجي انت حضرتك تقوم قال محضر الضبط وتشوف هو قال ايه تقول لا مش حالة التلبس. ليه؟ لأن أنت عارف حالة التلبس أربعة وتبدأ نقول إن دي مش حالة تلبس. طب إزاي؟ إحنا كده دلوقتي كلنا عرفنا إيه؟ حالات التلبس. ضبط الجريمة أولا. ضبط الجريمة إذا كان المتهم متلبس بها. يبقى شاف الجريمة شاف مرتكب الجريمة من حقه يلقي القبض على المتهم ويفتشه تاني إذا كان هيلاقي معاه أي منقعات يثبتها وبعد كده يصطحبه الاسم عشان يحرر محضر بالواقع عشان نركز ونقول. يبقى احنا عرفنا حالات التلبس. طب جه بقى مأمور الضبط القضائي بيعمل قضية. أنا هقول أهو قضية واحد الضبط وهنقول واقع التلبس وهنقول بقى هل دي فيها تلبس ولا ما فيهاش
وهندفع دفوع التلوث ازاي؟ كل ده. طيب نركز بقى، هنقول محضر الضابط بيقول بناء على تعليمات السيد اللواء مساعد وزير الداخليه ومدير امن القاهره بتكثيف الحملات وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه فيهم والمفرج عنهم حديثا من السجون، قمنا اليوم بحمله، اتجهت الحمله الى مثلا شارع قصر النيل او شارع الازبكيه، وكان الكلام ده مثلا بالنهار، واثناء مرورنا بالقرب من مبنى توحيد والنور على احدى النواصي شاهدنا احد الاشخاص، خلي بالك شاهدنا احد الاشخاص، وبمجرد ان شاهدنا حتى حاول الفرار، حتى حاول الفرار وقام بإلقاء علبة سجاير من بين طيات ملابسه. خلي بالك هو شاف المتهم، المتهم شافه كان عارف شوف سجاير، حاول يجري، لما حاول يجري ألقى علبة السجاير، القوة التفت حوالين وتم السيطرة عليه. خلي بالك من كل لفظ أنا بقوله، المتهم حاول الهرب ولكن القوة تمكنت من السيطرة عليه، وقمنا بالتقاط علبة السجاير من على الأرض وبفتحها تبين أن بها ثمانية قطع بنية اللون مشتبه أن تكون لمخدر الحشيش، فقمنا بتفتيشه، وبتفتيشه عثرنا بجيب بنطاله على هاتف محمود، وباستكمال التفتيش عثرنا في إحدى في طيات ملابسه على خمس لفافات ملفوفة بورق سلوفان، وبفضها تبين أن بها مادة سوداء اللون تلف بخد الأفلون. يبقى هو كده حال التلبس، فتش ألقى المتهم، التقط علبة السجاير، فتح علبة السجاير لقى فيها مخدر الحشيش، استكمل التفتيش لقى التليفون المحمول، وباستكمال التفتيش لقى خمس قطع سوداء اللون لمخدر الحشيش. هنا تعمل محضر الضبط، متابع النيابة، النيابة حققت، لما النيابة تحقق بتسأل، خلي بالك ما هي وقعة التلبس مسطرة في محضر الضبط من الأول، الضابط عملها أثناء مروره ووصف وقعة الضبط اللي هي من وجهة نظره تلبس. بيجي تاني في النيابة بقى، لأن النيابة تسأل المتهم وبينكر الكلام ده، بيجي الضابط يتسأل أن ده شاهد الإثبات، خلي بالك قضايا المخدرات الضابط بيبقى شاهد الإثبات، وإذا كان أكثر من ضابط اشتركوا في وقعة الضبط فكلهم بيتسألوا على أنهم شهود إثبات في وقعة الضبط، اللي يقول أنا شفت يقول أنا شفت، واللي يقول أنا ما شفتش وكنت مسؤول عن تأمين المأمورية يقول، لكن كل ده الضباط دول بيبقوا شهود إثبات. لما بيجي الضابط بناء على طلب النيابة ليه بقى؟ وبرضه عشان تبقوا عارفين برضه عملا بقى، ان لما الضابط ما بيجيش يتسال ده ما بيجيش يتسال ان ما تقرير المعمل يجي، تقرير المعمل يجي يقول الماده دي ماده مخدره، خلاص التحقيق خلص، يبقى النيابه بتجيب الضابط وبتسال وبتحيل القضيه. طب احنا في واقعتنا دي الضابط بيجي يتسال بقى بيقول له ما تفصيلات ما حدث، يقول له اللي حصل ايه، حصل كذا اثناء مروري، وبيحكي اللي حصل في محضر الضابط. طب الحالة اللي كان عليها المتهم ايه؟ يقول له والله الحالة اللي كان عليها المتهم انا شفته واقف على نصة الشارع
وقام بإلقاء لفافة، فأنا تتبعتها وفضيتها لقيت فيها المخدر. هنا اللي بيقولوا ده المفروض يبقى مطابق لواقعة الضبط على الطبيعة ومنطبق لما سطره محضر الضبط. لو كانت الواقعة صح وتم ضبطها صح، هيقول في النيابة الواقعة صح برضه، شهادته هتبقى صح. ده. طب لو نفترض بقى احنا الحالة دي راحت محكمة الجنايات وهنترافع فيها، هنقول فيها ايه بقى؟ هنقول فيها ايه؟ هم جريمة تلبس مخدر وثابتة زي ما الضابط قال، والنيابة حققت والنيابة والمحكمة هتقف، وحضرتك اللي هتترافع عن المدة. الحالة دي فيها تلبس ولا ما فيهاش تلبس؟ اللي يقول فيها تلبس تمام، هو يعني نحترم رأيه، واللي يقول ما فيهاش تلبس هنحترم رأيه، لأن دي وجهات نظر. زائد ما أنت ليك وجهة نظر، والمحكمة لها وجهة نظر، والنيابة لها وجهة نظر. فده كل واحد له وجهة نظر، ما هي دي بقى الدفاع. اللي بيقول في تلبس، ها؟ مين اللي قال في تلبس؟ رجعنا في الكلام ليه؟ عايزين المتهم ياخد براءة. ها؟ طيب أنا هترافع في القضية دي، مش هترافع فيها، هترافع في القضية دي. أنا هفترض إن أنا بترافع في المحكمة دلوقتي، والقضية دي معايا، وأنا هقول دفوع وهشرحها، وهنتهي في النهاية إن الوضع دي مش تلبس. ماشي؟ هنقول إيه؟ أنا اللي هقول، هو أنا مترافع. هقول أولاً بطلان الضبط والتفتيش وما ترتب عليه من إجراءات، لأن المتهم تم القبض عليه قبل اقتراف سمة فعل مجرد. ها؟ هكمل اهو، هكمل. قبل اهو هقول الدفع تاني. بطلان الضبط والتفتيش وما ترتب عليه من إجراءات، لأن المتهم تم القبض عليه قبل اقترافه، يعني ارتكابه، نتكلم لغة عربية بقى، كان يقول لك قبل ارتكابه سمة فعل مجرم. مش رأيك. طيب نقول الدفع الثاني، بطلان الضبط والتفتيش، بطلان الضبط والتفتيش لانتفاء حالة التلبس. والله أنا شايفه، بس انا عارف انكم مش معانا يعني المحاميات، يعني شايفك والله، وهسالك على فكره في اللي انا قلته ده دلوقتي، والله لا اسالك في اللي انا قلته ده. ماشي؟ هنا يبقى عندي الدفع الاولاني تم القبض على المتهم، وانه في حاله القبض عليه لم يرتكب سمه فعل مجرد. الدفع الثاني بطلان الضبط والتفتيش لانتفاء حالة التلبس. دي طبعا. أنا لسه ما خلصتش يا أستاذ والله. أنا بترافع. عايز تقول إيه يا أستاذ؟ ليه؟ أنا قلت يا أستاذ، أنا قلت يا أستاذ بطلان القبض يا أستاذ. أنا بقولت بطلان الضبط بالنسبة للمتهم لأنه تم القبض عليه قبل ارتكابه سمة فعل مجرم. يبقى أنت مش معايا بقى يا أستاذ. الضبط والتفتيش الأولاني بالثانية في حالة التلبس. يا أستاذ أنا قلت، أنا ما قلتش تفتيش في الدفع الأولاني. إيه؟ قلت تفتيش؟
طب خلاص بعدين اتعلم منك، ايه المشكله دي؟ انت صححت لي معلومه، صححت لي معلومه يا استاذ. طيب كتر خيرك والله بجد، والله تشكر يا استاذ. ما انت لسه ما قلتش بقى، اهو استيقاف. ايه وفينا استيقاف؟ يبقى احنا قلنا بطلان الضبط والتفتيش لانتفاء حاله التلوث، ماشي. نمره الدفع الثالث هنقول انتفاء صله المتهم بالوقع محل الاتهام، ماشي. ده الدفع الثالث. بعد كده هنقول ايه بقى؟ هنا انفراد مأمور الضبط القضاء بالشهاده وحجم افراد القوه بالرغم من تواجدهم على مسرح الواقع بحكم وظيفتهم. ايه؟ تقول يا استاذ؟ يا استاذ انت هو انا خلصت؟ بقول لك يا استاذ بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك انا هديك واقعه دلوقتي تطلع تترافع فيها. ايوه لا انا مش انا اللون ده انا ما بلاش منه. اتفضل بعد اذنك انت بقى. تعال انت يا استاذ قوم بقى اترافع بس بخلص انا. لا اخلص وهتقوم تترافع قدام المحامين. لا انت عايز تضيع. على فكره بقول لك يا استاذ، على فكره انت بتضيع وقت. بعد اذنك بعد ما نخلص قوم قول اللي انت عايزه وانا هجاوبك. ايوه بعد ما تخلص قول اللي انت عايزه وانا هجاوبك بالظبط كده. يبقى احنا قلنا انفراد مأمور الضبط القضائي بالشهاده وحجب افراد القوه بالرغم من تواجدهم على مسرح الواقع بحكم وظيفتهم. ده خلي بالك هتيجي برضو عدم اثبات المأمورية في دفتر الاحوال، ماشي. عدم اثبات المأمورية في دفتر الاحوال ليه؟ حتى ينحي الدليل المادي عن الواقعة، لان اثبات المأمورية في دفتر الاحوال بتحدد ميعاد القبض على المتهم وميعاد العودة بعد القبض عليه. يبقى لما يجي المتهم يقول انا اتقبض عليا الساعه 1 الظهر والضابط قال ان هو اتقبض عليه الساعه 4، يبقى محض دفتر الاحوال هو الفيصل، لان هيبقى فيه بند قيام وبند عوده. بند قيام في دفتر الاحوال الساعه كذا قائم ملازم اول بصحبه قوه من الشرطه السريين للمرور في احدى الشوارع او المرور فيها. هنا لما يقول لي بند قيام وبند عوده يبقى انا هقول ساعه الضبط امتى؟ لما يجي المتهم يقول انا اتقبض عليا الساعه 2، لما هو قائم في الدفتر في بند القيام الساعه 12 الظهر. يبقى انت هنا القبض بالنسبه لك كان في الفتره اللي كان فيها الضابط بقى. طب لما يجي يقول هو انا الضبط كان الساعة 4 والدفتر فيه غير كده، يبقى هنا حديث المتهم هيبقى هو الصح. يبقى المحكمة في الوقت ده تقف على ساعة توقيت الضبط بالنسبة للمتهم. لما نيجي نقول الدفع الاولاني بقى بطلان الضبط بالنسبة للمتهم لانه لم يقترف سمة فعل مجرد، ونستدعي الحالة اللي قالها الضابط، قال إن مجرد لما شافنا حاول الفرار وألقى بعلبة سجاير ولكن وقامت القوة المرافقة بالسيطرة عليه. بالسيطرة عليه. طيب الدفع ده صح القانون. السيطرة على المتهم هي تقييد حرية المتهم. هي ضبط بالمعنى الفني. سيطرة قوة الشرطة على المتهم يبقى منعته من الحركة، منعت قيدت حريته. يبقى هنا لو في الوقت ده مفيش جريمة هو ارتكبها، مفيش حالة تلبس، مفيش حالة تلبس. خلي بالك الوصف
ما فيش حاله تلبس. هو لغايه ما تم القبض على المتهم ما فيش حاله تلبس في حتى في الظروف دي ما ارتكبش فعل مجرم ظاهر. يبقى تم القبض على المتهم دون ارتكابه سمه فعل مجرم، ده له اصل في الاوراق واصل في القانون. يبقى هنا بقى ما يصدر من المتهم في الحاله دي يبقى فيه بطلان. ليه؟ لان في الوقت ده المتهم في قبضه الشرطه، في قبضه الشرطه وهو مقيد الحريه، فيبقى لو صدر منه اي فعل القى او الكلام ده كله لا، ده في بطلان، في بطلان هنا في الضبط والتفتيش، لان المتهم تم القبض عليه دون ارتكابه سمه فعل مجرم. يبقى هنا الدفع ده يخلص القضيه. طيب هكمل الدفع الثاني، بطلان الضبط والتفتيش لانتفاء حاله التلبس، وان او ان المتهم لم يكن في حاله تلبس. طيب لما الضابط قال ان المتهم القى علبه سجاير وحاول الفرار والقوه هنا سيطرت عليه، يبقى انا خلصت الدفع. ما فيش حاله تلبس ازاي؟ ما فيش حاله تلبس ليه؟ ها؟ لا ماشي، نشرح دي الحاله اللي صورها الضابط دي فيها تلبس؟ ها؟ لا فاش ليه بقى؟ ها؟ مش هي لا انا هو القاها بس ما فيش فيها تلبس برضه. لا بص يا استاذ انا بتكلم بايه؟ انا بتكلم في الواقع اللي قالها الظابط، لان دي اللي انا بتحاكم عليها، دي اللي انا بتحاكم عليها. احنا هو الظابط قال القى علبه سجاير وحاول الفرار، القوه تمكنت من السيطره عليه، التقط علبه السجاير فتحها لقى فيها المخدرات. دي ما فيش فيها تلبس. ليه؟ هنسمع. ده؟ هي كلمة حلوة. عايز تقول ايه يا دكتور؟ ها؟ ايوه برافو عليك، برافو عليك. هنقول بقى انتفاء حالة التلبس، لأن لم يتبين مأمور ضبط القضاء كنه ما بداخل علبة السجاير، ولم تكن هناك جريمة حلة وظاهرة وواقعة يتعين ضبطه. ليه؟ لأنه ألقى علبة السجاير مقفولة، علبة السجاير مش جريمة. وهو لما جه يلتقط علبة السجاير وفضها يبقى هنا تدخل لخلق حالة التلبس. تدخل مأمور الضبط القضائي لخلق حالة التلبس. لأن المفروض التلبس يبقى تلبس اختياري مش اضطراري، ولا دخل لمأمور الضبط القضائي فيه. لأن القانون قال كده، حالة عينية ظاهرة وواقعة يتعين ضبطها. محدش ينحيها. واللي هيضبطها مأمور الضبط القضائي. لأن الجريمة أدركها بحواسه، شافها بعينيه، سمعها. يبقى هنا أدرك حالة عينية تشكل جريمة، حالة وواقعة أعطاه القانون الإجراءات الجنائية ضبط هذه الجريمة. يبقى هنا دي حالة التلبس. الفرار حاول يكون. هنقول الحالة دي بس صورة تانية. الأول برضه عشان نشرح اللي هي
انفراد القوة بالشهادة ده ايه بقى؟ ده دخل موضوعي بتقول انفراد الضابط بالشهادة وحجب افراد القوة بالرغم من انهم متواجدين بحكم وظيفتهم. اه موظفين، هم شرطة سريين، هم امناء شرطة، بس دول قوة، قوة الشرطة السريين اللي بيصطحبهم مأمور الضبط القضائي وهم بقى اللي بيفتشوا. عشان يبقى الكلام واضح، وظابط لابنت اللي يفتش في التلفز ولا بنت حاجة، هي القوة اللي بتنزل تجيب، والقوة هو اللي بيعملوا كل حاجة. يبقى مفروض كل من تواجد على مسرح الواقعة طبقا لقانون التلفز ده انه لازم يسمع شهادة، لأن القانون قال على مأمور الضبط القضائي أن يأمر من يتواجد، لو ناس عاديين أثناء ضبط جريمة في حالة تلبس، أن يأمرهم بعدم التحرك أو بمغادرة المكان، لأن دول عندهم ما يؤثر في الجريمة، لأنه مشهود في الجريمة. طيب، يبقى من باب أولى القوة الشرطة السريين اللي هم أصلاً موظفين في، وهم دول اللي بيطلعوا القوة المرافقة للضابط، يبقوا دول اللي بيفتشوا، يبقى لابد انهم يشهدوا. بس العمل بقى جري على ايه؟ قال لك ما احنا مش هنقعد نجيب القوه بقى ويشهدوا والكلام ده كله، وهيشهد ويبوظ المحضر اللي عمله الضابط، وممكن واحد طويل عنده ضمير وهيحلف في النيابه، فهيخاف من ربنا فهيقول الحقيقه، يبقى المحاضر كلها بوظ. فهنا يقول لك ايه؟ الشرطه الشرطه السريين عددهم كام؟ كلهم يقول لي معايا 7 افراد. اسمائهم ايه؟ تخيلوا بقى شوف الحاجه بقى، اسماء القوه اللي بتطلع مع الضابط كل يوم. قول لي اسماء القوه، يقول لي لا اتذكر اسمائهم، لا اتذكر اسمائهم، ولكن انا عارف عددهم ان هم 7، بس مش فاكر اسمائهم. يا سلام، مش فاكر اسمائهم ثاني، مش فاكر، ما انتش فاكر الناس اللي معاك ده، دول ده انت عارف اسمائهم وصارهم وكل حاجه، بس هو ايه بقى؟ تحايل هم الشرطه بقى، يعني يقول لك انا ما اعرفش اسمه. فده دفتر الاحوال برضه بتاع ساعات المحكمه، تقول لك استاذ ده عمل اداري، وهو دفتر الاحوال هيأثر في عقيده المحكمه؟ هيأثر بالنسبه لنا، لان انا مش عايز دفتر احوال كدفتر احوال، لان انا عايز دفتر احوال عشان اضبط ساعة الضبط، وخاصة إذا كان الضبط بموجب إذن النيابة العامة. يبقى لازم في دفتر أحوال، لأن الإذن له معايا. فهنا الأمور دي كلها يعني ده في العمل، في الواقع العمل، في الواقع العمل. طيب لما نيجي نقول التخلي الاضطراري، التخلي الاضطراري، لما يقول ان حمله مرور في الشارع وسمعت فرح وضرب نار والكلام ده كله، فاتجهت الى المكان، واثناء بالقرب من مكان العرس ده شاهدت احد الاشخاص او مجموعه من الاشخاص يقومون بالهروب، مجرد ما شافوا عربيه الشرطه جري وحاولوا وراه، فالظابط جري وراه. خلي بالكم من دي، ده عين القانون اهو، والواقع بره. مجرد ما قال ان انا شفتهم قاموا بالعدو خلفا جريوا، فقمت بالعدو خلفهم، جريت وراه. واثناء ذلك قام احد المتهمين او احد الاشخاص بالقاء لفافه سمراء اللون استقرت ارضا وهو جه، فامرنا القوه، هو بقى ايه؟ امرنا القوه بالعدو خلفهم برضو معاه، وتمكنوا من القاء القبض على 2 منهم، ورجع هو جاب الشنطه وفضها ولقى فيها المخدر وفيها مطوه وفيها خمر فيها.
وقمنا بتفتيش المتهم لم نعثر معه على سلك ممنوعه. فاستحضرناه لاسم الشرطه تحل المحضر لازم. هنا بقى التخلي ده تخلي اختياري ولا تخلي اضطراري؟ تخلي اضطراري. ليه؟ لاني عدو مأمور الضبط القضاء خلف المتهم، خلف المتهم والقبض عليه وتفتيشه وعثوره على ممنوعات لا يعتبر حالة تلبس، لا يعتبر حالة تلبس. ليه؟ لأن ده تخلي اضطراري، تدخل مأمور الضبط القضائي لخلق حالة التلبس، وبالتالي يكون هناك بطلان بالضبط والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، وأن الضبط كان نتيجة تخلي اضطراري من لما قام به مأمور الضبط القضائي. طب لما نقول التخلي الاضطراري بينفي حالة التلبس، عدم معرفة أو مشاهدة كنه ما بداخل العلبة أو الشنطة بإحدى حواسه يبقى ينفي حالة التلبس. عدم إدراك مأمور الضبط القضاء لحالة التلبس بإحدى حواسه ينفي حالة التلبس. عدم إدراك مأمور الضبط القضاء أثناء مرور أو أثناء تواجده في أي مكان ينفي حالة التلبس، لأنه القانون قال لازم يدركها بإحدى حواسه. أدي كوباية كلنا شايفين الكوباية دي فيها مخدرات، الضابط شافها قال إن فيها مخدرات، قال إن فيها مخدرات، هو شافها لكن ما شافش دي بتاعت مين، ما شافش اللي حط الكوباية، ما شافش اللي كان بيشرب الكوباية. طب هو هيضبط الكوباية وبعد كده بقى هو يبدأ يعرض على النيابة ويعملوا تحريات، دي بتاعت مين ولا دي مش بتاعت مين والكلام ده. ليه؟ لأن هنا ضبط الجريمة مفضل عن ضبط المتهم، والقانون قال ضبط الجريمة برضه، ضبط الجريمة لا شخص مرتكب الجريمة، يبقى ده حالة التلبس اللي احنا القانون قال على سبيل الحصر. طيب لما يجي النهاردة في حالة التلبس دي ونقول طب العبرة بالتلبس ايه؟ حالة التلبس العبرة بيها ايه؟ العبرة مين اللي بيضفي حالة التلبس على الواقع او الوصف القانوني على الواقع؟ المحكمة، محكمة الموجودة. ليه؟ بتيجي المحكمة بتقول تاخد بالدفاع بدون بطلان القبض والتفتيش لأن المتهم لم يكن في حالة تلبس، وأن لم يتم إثبات المأمورية في نقض الأحوال واستحالة الواقع وعدم معقوليتها. دي الدفوع اللي بتتقال في المحكمة في التلبس، و99% من قضايا التلبس تاخد براءة، 99% من قضايا التلبس تاخد براءة. وده عارفين ده خلي بالكم ده السوق رواج بالنسبه لكم يعني. والله بجد وذلك الشباب هو الشباب في شغال في قضايا التلبس كويس قوي. وبعدين ايه؟ المحكمه بتملي الدفع، انت بتقول دفع واحد والمحكمه تملي دافعين ويقول لك يا استاذ قول الدفع ده خلاص اخر الجلسه. يعني فده بالنسبه لكم عايزكم تركزوا فيه. لان هو ده القضايا دي اللي النوع من الجنايات الشباب شغال فيه قوي كويس. والمحكمة بتساعد معاهم قوي. أنا قدامنا كل يوم، قدامنا كل يوم. فهنا ده دي إيه بقى؟ دي حالة التلبس. عايزين نتكلم في حاجة مهمة جدا. إيه؟ والله العظيم أنا شايفكم أقسم بالله مش عارف أنتوا مش معانا، مع إننا بنقول حاجات كويسة. وأجازة أنتوا بقى مش عايزين تشتغلوا محامين. والله ها كان حد كلمني
قال لي عايزين تكلمنا في الحيازه والاحراز. وده بقى الحيازه والاحراز دي هي القانون، وهي الموضوع، وهي المحامي، وهي الدفوع. القانون، قانون الاجراءات وضع ضمانات في المنتهى، وقانون العقوبات وضع مواد لعقاب المتهم الذي يرتكب الجريمة حسب نوع الجريمة. طيب فيه في النص هنا موضوع، وده بقى بتاع المحامي، المحامي اللي اخترعه وهو اللي بينفذه وهو اللي بيصيغه وهو اللي بيحطه تحت النصوص والمحكمة بتاخد بيه وملزمة انها تاخد بيه. الكلام ده ايه هو ده؟ الحيازة او الاحراز للمواد للمربوطات. الحيازة او الاحراز. وهو لما نيجي النيابة تأذن بتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن، خلي بالكم وملحقات مسكن المتحرى عنه، وجه نفذوا الاذن وفتشوا البيت وملحقات البيت ولقوا المربوطات في اوضه خلف المنزل وبها باب يفتح على البيت من الداخل وشباك يفتح على الشارع. هنا قبل ما نقول بقى هنعاقب المتهم ده ولا مش هنعاقبه، ولقينا مثلا عنده 50 تربة حشيش، ولما الضابط راح ينفذ الإذن خبط على الباب فتح له المأذون بتفتيشه، قال له انا فلان وعرفه بشخصيته وانا معايا اذن هفتش البيت، قال له اتفضل. دخل يفتش البيت. المفروض بقى خلي بالكم انه لازم يوصف البيت محل التفتيش ضبط دقيق جدا. الباب الاولاني عباره عن ايه؟ اول ما دخل في الصاله لقى صاله، على اليمين ايه؟ على الشمال ايه؟ بعد كده لقى غرفه ثانيه، بعد كده لقى طرقه ضيقه يفتح فيها يوصفها وصف دقيق. ليه؟ لان النيابه بتعاين، لان النيابه بتعاين. لما جه ودخل الاوضه اللي في الاخر البيت دي اللي هي بتعتبر ملحقات المنزل بس الباب بتاعها فاتح على البيت، لقى فيها شباك والشباك ده يفتح على الشارع، وارتفاع الأوضة دي 2.5 متر، الشباك يبقى في متناول اللي ماشي في الشارع. ما نفتح الشباك في الشارع قد هيبص هيشوف الأوضة دي، ولها باب شباك عبارة عن طرفتين. وقال لي إن أنا عصرت وكان يوجد الحجره دي بعد بعض الاشياء القديمه، وقمنا بالبحث تبين لنا وجود شكاره كبيره الحجم بفتحها تبين بها مجموعه تربة الحشيش، وبعد كده عدناها لقيناها 50 تربة وخدنا ومشينا ورحنا على النيابه. هنا النيابه بقى لازم تنتقل لمكان الضبط للمأذون بالتفتيش وعشان تعمل معاينه، لان معاينه النيابه هنا بقى هي المحصل. معاينه نيابه انتقل، النيابه انتقل، وانت حضرتك كمحامي لازم تنتقل معاه بره المعاينه. محامي لازم تنتقل رفقه السيد وكيل النيابه ومحرر محضر الضبط في المعاينه، لازم تنتقل معاه. وكان الاول كنا بننتقل معاهم احنا لما كانوا بيوزنوا المخدرات في الصيدليه، ما كانش فيه ميزان في النيابه كده.
المهم كان اي اجراء خاص بضبط المتهم يبقى لازم تكون حضرتك مرافق للقاضي. انتقل وكيل النيابه عايل وصف البيت وصف الحجره وقال خلي بالكم بقى وان الحجره محل الضرب عباره عن مساحتها 3.5 متر طول بعرض 4 متر او طول بعرض 4 متر على الشارع وان بها باب يفتح داخل المسكن وبها شباك على الناحيه اليمنى يطل على الشارع العمومي وتبين لنا من المعاينه ان الشباك عباره عن ضرفتين وليس له مزلاج يعني تلبيس وقمنا بفتح الشباك ففتح بسهولة ويسر وقمنا بغلقه مرة أخرى فغلق بسهولة ويسر وأنه ليس به مزلاج وأن الشباك غير محكم الغلق خلي بالك بقى دورك بقى الشباك غير محكم الغلق إذا كان الشباك غير محكم الغلق يبقى تدخلت في الشيوع دخلت الشباك ويمكن للغير الوصول لمكان الضرب. خلي بالك يمكن للغير الوصول لمكان الضرب. بمعنى ان ممكن يكون اي حد ماشي في الشارع ومعاه المضبوطات دي يرميها في الشباك سهله. ليه؟ لان ليس للمتهم سلطان مبسوط على مكان الضرب. ويمكن للغير الوصول لمكان الضرب بسهولة ويسر. يبقى هنا هنطبق الحيازة بالقانون المدني. خد بالك ليه في الحيازة؟ أن يكون للمتهم سيطرة مادية وفعلية على مكان الضرب ويكون سيطرته تمنع الغير من الوصول لهذا المكان أو بمعنى أنه لا يمكن للغير الوصول لمكان الضبط لأنه تحت سيطرة المتهم. يبقى هنا يسأل المتهم ويكون له مسؤولية بقى على كل من يتواجد في الحيازة دي. يبقى يتسأل عن الحيازة دي إذا وجدنا فيها ممنوعات يبقى هيتسأل عنها لأنه هو حاجز بيها وتبقى نقول ده في بقى شيوع الاتهام لأنه ليس المكان الذي تم المضبوطات فيه ليس للمتهم سيطرة فعلية عليه ولكن ممكن للغير الوصول إلى مكان الضبط ودس المخدر أو أي عمل. ليه؟ لأن الشباك هو اللي يمنع سيطرة المتهم على المتهم. أنا هقول لك كل حاجة. الغرفة دي في الدور الأرضي. لو حسب طبيعة المكان، هل يمكن للغير الوصول لمكان الضبط ولا لأ؟ بس. يبقى هتكون حضرتك سيطرت مكان الضبط تحت سيطرتك ولا يمكن للغير الوصول ليه، يبقى تحققت الحيازه الفعليه وتسالي عن الحيازه بالنسبه للمكان. يبقى اذا هنا الحيازه دي والشيوع ده سواء في الدور الارضي سواء في الدور العاشر سواء في الحجره اللي على السطح سواء في حجره البواب كل ده اذا تحقق الشيوع واصبح المكان متروك للكف ويمكن للغير الوصول اليه يبقى شاع الاتهام واصبحت سيطره المتهم على المكان غير موجوده. يبقى هنا السيطره او الحيازه في اي مكان لابد ان تتوافر شروطها. هنا بقى لما نقول 50 طن بتحشيش
وتحقق الشيوع، وجيت انا دفعت قدام المحكمه ودفعت بشيوع الاتهام، ويستحيل تحديد شخص الحائز لهذا المكان، وان يمكن للغير الوصول لمكان الضبط والسيطره شائعه، ولا يمكن للمتهم ان يكون حائزا لهذه المحكمه. بتاخد المتهم تدي ورقه ليه؟ لان مفيش سيطره للمتهم على المتهم. فده بالنسبه الاحراز بقى، ايه هو الاحراز؟ الاحراز الانتظار، يعني انا ماسك المخدر كده في ايدي، ماسك السلاح كده في ايدي، يبقى ده احراز. احرز، احرز في جيبك، ده احراز. فرق بين الحيازه والاحراز، الحيازه في مكان في حوزه الشخص، مكان في حوزه المتهم، المضبوطات في مكان في حوزه المتهم، اما الاحراز في مكان يحرزه المتهم في جيوبه ملتصق بالمتهم، ده حيازه. احرز ده احراز، حيازه يبقى حذف المكان، حذف المكان. واحيانا الحيازه بتبقى اكتر من واحد، تبقى اكتر من واحد، ولكن اذا الحيازه شاعت انتفت الجريمه ولا عقاب على مرتكبها. اذا تحققت حيازه مكان الضرب، تحققت حيازه مكان الضرب وعدم سيطره المتهم عليه، وانها شائعه ويمكن للغير الوصول اليها وليس للمتهم سيطره ماديه او فعليه عليها، انتفت الجريمه واصبحت براءه المتهم، فبعزها الجزم واليقين الذي لا يقبل الشك. يبقى هنا الحيازه او الاحراز بقى، ده لون دفاع تاني بقى خالص. الاحراز لان الاحراز انت محرز، انت محرز للفعل المجرد. هتبرر ده ازاي؟ هتبرر ده ازاي؟ ده هو فتش لقى في جيبك، فتش لقى في جيبك، انت محرز. هو فتش لقى في جيب السديري، لقى في السياله بتاعت الجلابيه بتاعت المعلم، ده كل ده انت محرز، انت محرز للمخدر. هتبرره ازاي؟ ممكن تطلع منه حاجه جميله جدا، بس ده برضه ذكاء بتاع المحرر. هنا لما يجي يقول لك بتفتيش المتهم عصر في جيب منطاره على قطعه متوسطه الحجم لماده الحشيش، كما عصر على تليفون محمول، هاتف محمول في الجيب ماشي، وعصرت ايضا على مبلغ مالي قدره قد كده. أم يقوم بقى المحامي، لا يقول لك لا، ايه بقى المخدة في الجيب والهاتف في الجيب والفلوس في الجيب، ايه ده؟ فنقوم يطلب، ودي المفروض النيابه بتعملها، بس بقى مش عاملها دلوقتي، اللي اتحرك يوم يطلب من النيابه يقول له انا بطلب من حضرتك نجيب الملابس اللي كان يرتديها المتهم اثناء الضبط. المفروض تتحرز، المفروض دي بتتحرز اصلا مكان الضبط، علشان نعمل محاوله عما اذا ما كان الضبط الذي قرر به مامور الضبط القضائي يستوعب هذه المضبوطات بسهوله، يبقى الكلام ده. وده طلب جوهري. يقوم النيابه جايبه البنطلون، فين الجيب؟ محل التفتيش. تجيب جيب محل التفتيش، وتبقى النيابه دي في وجود بقى الدفاع، يقوم ماسك المضبوطات المخدر حاطه في الجيب، ويقوم جايب الهاتف المحمول حاطه في الجيب، ويقوم جايب الفلوس حاططها في الجيب. هنا اتضح بقى ان الجيب محل الضبط يستحيل ان يستوعب هذه المضبوطات بسهوله، ويعمل محاوله ويثبت الكلام ده. خلي بالكم
لان بيثبت الكلام ده، بيثبت الكلام ده في المحاوله دي، يجيب وان انا جبت الجيب وعملنا كذا 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 كذا، ويبدا هنا يثبت بقى ان باجراء المحاوله واعاده المضبوطات داخل الجيب التي تم ضبطها فيها استحال عدم استيعاب هذه المضبوطات. يبقى كده دليل مادي اهو، دليل مادي خلص القضيه، دليل مادي خلص القضيه، وده دفع هتقوله، وخلي بالكم ده دفع جوهري. والمحكمه، المحكمه ساعات بيتم ضبط مضبوطات في السياره، في شنطه العربيه مضبوطات كتير في شنطه العربيه، فاحنا بنيجي الناس نقول لا ده شنطه العربيه ما تاخدش المضبوطات دي كلها، ده المضبوطات دي عايزه عربيه تحمل بدليل كذا كذا كذا، وبنطلب من رئيس المحكمه ان ينتقل هو لان هو يعاين السياره، او ان يامر بان الشرطه تجيب له السياره المحكمه ويعمل عليها اجراء المحاوله، ويجيب ايه بقى تاني؟ يجيب كل المضبوطات اللي تم ضبطها، لان المضبوطات لما بتتم ضبطها الاجراء اللي بيتم ايه؟ بنسال والقضيه تخلص، والمضبوطات دي بقى يضعها مخزن النيابه في 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 القرار كده، تودع المضبوطات بعد ما يتم تجميعها ويختموا عليها بختم عدد اختام كذا في مخازن النيابه، ولا يمكن التصرف في المضبوطات الا بعد انتهاء الحكم في القضيه حكم نهائي. بعد كده بقى هم بيعملوا جلسه بيحرقوها، بيعملوها في اسكندريه ده. يبقى احنا هنا بقى لما نقول عايزين معاينه من المحكمه للسياره، المحكمه بتامر بان السياره تيجي موجوده في اسم الشرطه، بتيجي وتامر النيابه ان هي تجيب الاحراز، وتجيب الاحراز ونعمل محكمه بقى، العربيه موجوده والاحراز موجوده، والمحكمه اللي تعمل بقى تضع الاحراز في شنطه السياره اللي كانت ساعه الضبط فيها، الشنطه في الشنطه، الكرسي اللي قدامي او الكرسي اللي قدامي. طب هنا لما المحكمه تعمل المحاوله دي وتضع المضبوطات في شنطه العربيه وتيجي تقفل العربيه، ما تقفلش، ما هو لازم السياره في اجراء لازم تتسق المضبوطات بسهوله وتقفل بسهوله، ويبقى كده المكان محكم ومغلق والمكان يستوعب المضبوطات، يبقى هنا الضبط صحيح، الضبط صحيح. طب جينا حطينا، خلي بالك بقى حسب وصف الضابط وهو بيوضع المضبوطات في مكان في الشنطه، يقول ان احنا لقينا عثرنا على مضبوطات في الشنطه حتى اسفل الغطاء بتاع الشنطه، يعني الشنطه محكمه بالمضبوطات لغايه اخرها، لغايه طفل كده لغايه اخرها، مجرد ما ترفع الغطاء تلاقي ما شاء الله المضبوطات، يعني ما فيش مكان يقدر يحط فيه حاجه تاني لان المكان ده الشنطه واخده المضبوطات، فده موسوم. لو جه بقى المحكمه وهي بتعمل المحاوله دي وبتعيد المضبوطات للمكان الشرطه تاني، وتبين ان المضبوطات اللي تم وضعها في الشنطه، في الشنطه دي يستحيل لان هي اكبر من المضبوطات اللي كانت موجوده في الشنطه، يبقى لما اقول كده ان المضبوطات اللي كانت موجوده في الشنطه غير اللي كانت موجوده في الشنطه ساعه المحكمه ما بتعاين، يبقى هنا المضبوطات دي مش هي، المضبوطات مش هي. ليه؟ لان لما المحكمه جت تعمل محاوله لقت المضبوطات اللي بتحطها الشنطه مش موجوده، ده فيه نصها كمان لسه والشنطه اتملت. قال لا، طب ما الضابط لما حرص قال ان المضبوطات دي الشنطه خدتها ومكتمله تماما،
انما لما المحكمه جت تحط المضبوطات الشنطه اتملت وفي قد المضبوطات دي لسه. الله، يبقى الاحراز اللي تم ضبطها بمعرفه الشرطه وارسلت للنيابه خلاف ما تم تحريزه، والمحكمه بتقوم عامله ايه بقى؟ محضر معاينه وضبط تاني خالص، ونبدا التحقيق من جديد تاني خالص، لان الواقع مش هي الواقع خالص. محكمه بقى يتبدو قاضي من قضاه المحكمه ان هو يعاين بقى وهيثبت الواقعه، وهيقول ان المضبوطات اللي جات من النيابه من المخزن النيابه خلاف اللي تم تحريزها، وهنفتح تحقيق وهيجيب الضابط وهيجيب الكنابه اللي حرز وهيجيب المتهم، ويبدا التحقيق من جديد تاني، ويبقى القضيه كده خلصت. طب نفترض بقى ان حصل العكس، والمضبوطات لما جم المحكمه تعيدها المكان ضبطها تاني لقت المضبوطات نص الشنطه. ده المضبوطات انت ضبطتها وحصرتها وقلت انها تتسع للشنطه، الشنطه اتسعت المضبوطات بالكامل، يعني ما تقدرش تاخد قلم زي ده فوقها تاني. وجت المحكمه تعمل محاوله تاني بناء على طلب الدفاع اللي هو جادل في الحرز وقال مش هو، ثبت للمحكمه فعلا ان مش حرز. فين باقي المضبوطات؟ فين باقي المضبوطات؟ لان قياس الدليل بالنسبه للاحراز بيبقى على دليل مادي. انت قلت 100 تربه يبقى الاقي 100 تربه، ما بلاقيش 80 لا مش هو الحرز، ما بلاقيش 120 مش هو الحرز، مش هو الحرز. لازم الحرز يبقى مطار، لازم الحرز، وخاصة إذا كان الحرز بالضخامة اللي هو هيتحط في مكان هحدد كميته عليه. تمام، ما ممكن واحد في ناس بتحط في مخازن حشيش مال المخزن. ليه؟ احنا اي حرز خلي بالكم، اي حرز بيجي فيه اختلاف بيبقى دفع جوهري بالنسبه لنا، وخاصه اذا كان الاختلاف بين، يعني مش من الجرام 2 من الجرام ده فرق. لكن لما تيجي توزن حرز نبقى توزنه 250 جرام ويروح المعمل يقول 120 جرام مش هو خالص، استحاله هنا. وده دفع بقى ودليل موضوعي المحكمه تاخد بيه، مش كلام. انما الاختلاف الضئيل ده بيبقى طبقا للعرف بقى اقل شويه نتيجه كده الحشيش بيخس في الشتاء بيبقى في الصيف كده يعني حسب. نعم. ايه؟ لا ما فيش اختلاف الحرز بيمشي عادي خالص. ايه دي؟ تم الاجراءات سليمه خلاص سليم. الاجراءات الحرز سليمه والدليل سليم، المتهم ياخد حكم مفيش مشكله. انا 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 عايز اسال بس، في زميل بيقول هل الدفع وبطار اذن النيابه العامه الضبط والتفتيش ده له مده؟ لا. ليه؟ ده له مده محدده، لان الدفع ده انت بتدفعه قدام المحكمه، قدام محكمه الجهاز بتدفع الدفع ده قدام المحكمه مطلقا الاذن بالضبط والتفتيش، لانه بني على تحريات خارج الدين، او بطلان الاذن بالضبط والتفتيش لانعدام التحريات، او بطلان الاذن بالضبط والتفتيش لانه صدر على محضر معلومات مجهوله المصدر. كل دي دفوع تخص الاذن، ودي الدفع بتاعها اثناء نظر محكمه المرور اللي هي محكمه الجنايه، ولا يجوز الدفع بيه امام محكمه المرور. ولا يجوز الدفع ده قدام محكمه المرور، لانه دفع موضوعي. فده
يثار قدام محكمة الجنايات اللي هي محكمة المرور. ده فده مدته اللي هو أثناء نظر المرور. طيب في حد عايز يسأل أي حاجة؟ طيب أستاذ، طيب عايز حاجة؟ ماذا لو إيه؟ بص بص يا أستاذ، الحرص ده مفترض على النيابة إنها تعمله، وتشوف مكان الضبط لو بنطلون أو قميص أو أي حاجة، مفترض النيابة تعمل تجربة عشان تشوف الحرص ده المكان الضبط ده يتسع ليه ولا ما يتسعش ليه؟ لأن دي مسألة ملهاش يعني إيه؟ هو دفع خصان واحد مش غير، إذا تبين أن مكان الضبط ده يتسع للمضبوطات خلاص الموضوع خلص، يبقى ده من القراءة. أما عملية بقى إنك أنت المحكمة تمكنك دي ده حقك انت، وانت حقك تطلب الحرز، وانت في المحكمه حقك تطلب الحرز، تطلب كل الاحراز الخاصه بالقضيه تطلبه، وتطلب الخبير اللي قام بفحص الاحراز تطلبه، وتقول انت عليك ايه على الاحراز، البندقيه تجيبها سلاح تجيب عندك، في عندك جدل بالنسبه ليه تجيبه، كل الامور الخاصه بالدعوة الجنائية طالما تتعلق بالدليل فده حقك. لا 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 بص بقى، سيبنا من اتجاهات الدوائر دي، اتجاهات الدوائر دي قصدي خلي بالك، حكم ده حكم بتاع محكمة الجنائية ده محدش يعرفه لغاية المحكمة ما هتصدر الحكم. المحكمة بتبقى جاية قارية القضية، قارية القضية ومكونين عقيدة، وعقيدة المحكمة دايما دايما بتبقى مسألة داخلية، داخلية جواها محدش يعرفها، وتطمن عشان العقيدة تطمن وتنتهي التقدير يطمئن إليها وجدانها، وتقول إن التصوير ده صح أو الدليل ده غير صحيح. دي مسائل قاضي، كل دي كلها حواس، مشاعر، احاسيس. القاضي بشر، القاضي بشر يخطئ ويصيب، خلي بالكم القاضي يخطئ ويصيب، والقاضي لا يقضي وهو غضبان او يقضي وهو فرحان، لان القاضي يختلط عليه حكم القانون، يختلط عليه حكم القانون لانه بشر بيتاثر. فعشان كده الدفاع ليه دور، ما نقولش ايه ده المحكمة دي اتجاه، لا مش اتجاه خالص، المحكمة ملهاش اتجاه خالص، لأن بيحصل قدامنا حاجات من المحكمة بتتجلى فيها قدرة ربنا سبحانه وتعالى، أقسم بالله بتتجلى فيها قدرة ربنا سبحانه وتعالى، مش المحكمة، المحكمة بتنطق الحكم، المحكمة هي اللي بتنطق، بس الحكم ده من عند ربنا، وربنا بيدينا آية بنشوفها ان الحكم ده فعلا حكم ربنا، لان المحكمه بتبقى مكونه عقيده على راي واتجاه معين، وتيجي تنطق الحكم تنطق عكس اللي مكتوب في الرول، تنطق عكس بيتداولوا جوه في الرول بتاع القاضي بتاع الرئيس اللي بيكتب فيه الحكم وبيكتب فيه القرارات بتاعته، الرول بتاع الرئيس هنا بيكتب فيه الحكم ده بتاعه، لما يطلع ينطق الاحكام علنيه بيبقى هو كاتب الحكم بيقرا الحكم، القاضي قرا حكم وهو وراجل بتاع ربنا قوي، بيقول فلان براء، فلان براء، انت الاسماء كل واحد براء والاداره والكلام ده، وجه على احد المتهمين ونادى اسمه وقال براءه، لما المحكمه بتقول براءه الحرس بيكتب في الرول قبل الاسم كده ده براء عشان يمشيه، وسكرتير الجلسه بيكتب قبله برده في الرول براء علشان لما يجوا بعد المحكمه ما تمشي
يمشي اللي خد إدانة هينفذ واللي خد براءة هيمشي. الراجل قال براءة، الله يمسيه بالخير بقى، قال لما الجلسة خلصت والمحكمة خلصت الأحكام، فجاه الحرس بينفذ الجلسة، اللي خد براءة بيمشوه، كل اللي خد براءة بيمشوه، وبعد ما ينفذ الحكم الحرس بياخد الكشف بتاع الجلسة ويطلع فوق لرئيس القلم الجنائي عشان ينفذ في الدفتر التنفيذ. اللي خد حكم بيكتب خد حكم قد ايه، واللي خد براءة بيكتب خد براءة. فلما دخل يديله الاحكام، فبيديله الراجل ده ان هو واخد براءة، وهو في الحقيقة واخد سنة. محكمة حكمة بمعاقبة لمدة سنة، بس لما نطق نطق براءة. فلما طلع رئيس الإعلام قال له فين المتهم ده؟ قال له خد براءة. قال له لا، براءة ايه؟ الرول بتاع الرئيس اهو، ده واخد سنة. سلاح واخد سنة. قال له لا، واخد براءة. قال له لا، ده انتوا قبضتوا منه ومشيتوه. وقام واخد الرول ودخل على المحامي العام، قال له حصل كذا كذا كذا، والحرس مشى الراجل واخد حكم حضوري وجاي دلوقتي. قال له طب ايه؟ اتحفظ على الحرس، اتحفظ محامي العام، قال له اتحفظوا على الحرس. ف المحامي العام نزل عشان ياخد اجراء، فنزل سأل رئيس الدائره هنا، قال له اه هنا، فنزل له قال له في حصل كذا 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 كذا، وفي الحرس مشى المتهم والمحكمه كانت مديها سنه. فقام جايب السكرتير وقال له تعالى فين الرول؟ قال له الرول جاب الرول من فوق. قال له الواد ده احنا اديناه براءه ولا اديناه؟ قال له حضرتك نطقت قلت براءه. قال له انت سمعتها مني؟ قال له ايوه حضرتك انا سمعتها منك وكتبت في الرول بتاعنا براءه. قال له فجابه الحرس قال له انت، قال له يا باشا حضرتك قلت براءه، انت بتنطق الجلسه الاحكام على مين؟ وكل اللي خد براءه بيمشي، مش انا اللي بمشي، ده السكرتير اللي بيمشي بيقول لي ده خد براءه مشيه، ده علي حكم طلعه للتنفيذ. انا حرس ما لناش في الموضوع ده. فعلا عمل ايه بقى الراجل ده؟ تقولوا يعمل ايه في موقف زي ده؟ روح وروح بحكم صح، لان المحكمه قالت براءه والحرس ما غلطش. لا، هو برضه ما تنساش ان المحكمه كانت بحكم برول، كانت برول برول كانت برول ومديه سنه، فهيعمل ازاي؟ لا، بدي الحكم كله، المحكمة ادت الأحكام وخلصت وطلع نطق الأحكام بره. لا، في النطق اللي نطقه هو مدي حكم سنة، بس لما جه نطق علني البراءة، والشواهد كلها بتقول إن المحكمة نطقت بحكم البراءة. عمل إيه؟ لا، اسمعي، عمل إيه بقى؟ عمل إيه بقى؟ عشان يقول حكم ربنا. هو لما عمل حاجه ما حدش عارف هو هيعمل ايه، جاب الرول وقال ان المحكمه حكمت بمعاقبه المتهم سنه، وقام كاتب مع الايقاف محمد عم قاعد يقول الحكم ده بتاعنا، الحكم ده حكم ربنا. يعني شوف ربنا بينطق ايه. نعم. ايه طبعا. فخلي بالكم، خلي بالكم في حاجه كمان، الضابط لما يجي يلف قضيه بيبقى مفترض انه بيلف قضيه باحكام قوي، بيغلط فيها وبيجيب على